كانت التراث فرحا وإيمانا وتيمنا وشموخا وعزا. في حضرة هذا المساء وفي الجنينة دار اندوكا مع المساليد إذا نبقى نحن وأنتم في هذه اللحظة من أجمل اللحظات الخالدات التي يسطرها التاريخ فرحا بتماسكنا وترابطنا ووحدتنا. إذا الفقرة هي تكريم الفنان التراثي الأول الفنان عامر أوتلة. نزفك اليوم عروسا عريسا للتراث في حدقات عيوننا بين وطنك بين شعبك وجمهورك الكريم. إذا كل التهاني والتبريكات الجليلات الخالدات الفنان عامر أوتلة. هذا الفنان الجميل المتميز حاضر معنا في هذا العنصية والإهداء المقدمة من الاتحاد الإعلامي مسراء الذين دوما يعملون ليلا ونهارا بعدساتهم لانتقاد كل ما يحدث في واقعنا. هذا هو لحظات التتويج، هذا هو لحظات الفرحة. عامر أوتلة فتتوج فتقدم دوما إلى الأمام. تحية لك وتحية لأملاق فنانين جميعا فنانين مسراء هكذا يقدمون له الوشاء. هكذا هم دوما يهتمون بأهل الإحساس. هكذا هم لنجاه أيضا أناس يقدرون معناه ولنجاه أناس يحسدون معناه. فلتكن تحية هذا المساء. أين زكرودا؟ أين زكريتا؟ تحية كبيرة. هو اتحاد إعلامي دار مسرى حاضر وحاضر بكل المحافل والكرنفالات متوج ويخرج ويستضيف ويستقبل طلبة الدكتور. إذا هي دائما العين الأولى العلالي بني وطني بني الجنينة أنزم عزة الجيل المثالي هلموا إلى البناء يشددوا السعد الأواري. إذا لكم كل التحايا والود والاحترام. الجمع الكريم لحظات حب نقدمها لكم. أروع كلمات هي بيننا وأنتم تمثلون هذه الكوكبة. لحظات تقشعر فيه الأحاسيس والخواطر الجميلة. الفنان تنتهي عنده الكلمات الطيبات. الفنان الذي عرفنا عبره كل معاني الحب والعطاء ثم غزلا لذلك الكنداكات اللذين دائما هن حاضرات في كل المحافل السودانية في كل المحافل الاجتماعية. فنانا بقامة هذا الوطن الكبير وكل عرفناه قبل أن نعرف شخصيته بكلماته الطيبات بعباراته الجميلات بوصفاته. هو إنسان بيننا في كل لحظة. فالأروع من ذلك هو إنسان نتنفس بكلماته وبنغماته وبكل ألحانه الطيبة. فنانا دائما نمثله ويمثلنا ويمثل كيانا عريقا ضمن هذه الكيانات الطيبات. الكيان مسرة لها التحية وكل العمة الإسلامية والغير الإسلامية كذلك أينما كنتم أينما حللتم مثل هذه الأمسية. أنتم جعلتم لنا هذه الأمسية طيبة كوكبة نيرة حبا وعلقا وجمالا. لذلك أيها الجمع الكريم يطيب لنا أن نقول كلاما يطيب لنا أن نحس إحساسا ونعترف بأننا نحب وبأننا نحب وبأننا نحب مرة الأولى والثانية والثالثة. إذن عبركم وعبر منصة الإعلاميي دار الدوكا إعلاميي مسرى اتحاد إعلاميي تحييكم وتكرم لهذه الفنانة العملاق عامر أوتلة. شكرا
لك ولعطائك، شكرا لكل الأساتذة، شكرا لكل المعلمين في المدرسة، شكرا لكل الذين يعملون خلف الكواليس، شكرا لكل من له كلمة طيبة، كلمة إيجابية من أجل بناء المجتمعات المختلفات في هذه الوطن العريق. دمتم ودامت أوقاتكم طيبة، دمتم ودامت نضالاتكم جميلة، دمتم ودامت قضاياكم هي قضايا تمثل كل الكيانات وكل العرائق والإثنيات السودانية الجميلة. الجمع الكريم يطيب الكلام وحاسيس فواح عبركم، لكنني أكتفي بهذا وأقول لكم شكرا لكم لهذه الأمسية، وشكرا لكم لهذه الوقفة الجميلة. المنصة للإخوة العلمانيين. شكرا لك للعب المتميز أيوب زكريا، لك التحية. والآن نقول هذه اللحظات التتويجية قد تختم في لحظاتنا، هذا هو الفنان الجميل، لك التحية ولكم عاطر الود والامتنان نبعثها لكم، تحية وشكر لكم. وزغرتنا وكبرنا وعرضنا وكمان كرمنا فنان القامة العريق الفنان عامر وتولى. إذن الجمع الكريم والحضور الأكارم الأحباب، نحن لا نريد مطيل أن نطيل بيننا وبين فنانكم، ونحن في هذه السارحة نقدم ميرم المرأة الحبيبة المفتي جدا الحبوبة. إذن المرأة السودانية، يا بالبلدية أصلك سوداني، يا بالبلدية وكلك سوداني. إذن التحية لكل إمرأة أنجبتها ربتها حبلت، والتحية لكل يافعات بلادي، التحية لكل إمرأة إفريقيا والعالم العربي وفي كل دول العالم. إذن المساحة القادمة مع الفنانة ميرم السعدية. Oh,
المثال او النموذج اللي قدامنا ده طبعا بيخلينا نكون فرحين شديد يا جماعه بكل صراحه مبسوطين. يعني انا لما اجي حفله تراثيه او حفله بل كلها شباب يعني ناس الكبار لما يكون حاضرين احتفالاتنا وكرفالاتنا ده التراث وده الدافع وده الاساس اللي بدونا له ودي القوه اللي احنا بنستمدها منه. اذا ليه والتحيه مره ثانيه والتحيه لكل ساسنا وركائزنا حمالات البيت وعود الماسك ركوبنا والماسك شنو ذراعنا يا جماعه تحيه. شكرا جزيلا شكرا جميلا الفنانة ميرم سعدية وشكرا لكم أنتم أيها الحضور الجميل الأنيق بصراحة والله أتشكر وأحبكم في الرغيس. طبعا أنا ما أدري أطيل الحديث وزي ما قلنا من بداية اليوم إنه اليوم ما للكلام الليلة اليوم للأجساد بس ده ما يرشنه رقص وتصفيق وإيقاع. نرجع ونواصل سهرتنا مع فنان الكبير فنان الجميل ملك الرومانسية كما يسمونه أو ملك المشاعر والإحساس والكلمة المرحبة. إذن نواصل مع الفنان عامر وتلة وخليكم براو ومسنا. لكن الناس ترجع ورا يا جماعه دايرين المساحه دي خاليه عشان يكون منظم ويكون زي الناس ترجع ورا يا جماعه الناس ترجع ورا يا جماعه التصوير ده حتصوروا لكن الناس خليها ترجع ورا عشان النظام ده اهم حاجه يا جماعه النظام ده اهم حاجه لسه الناس خليها ترجع ورا لانه الناس جالسين في الكراسي الناس ما شايفين يا جماعه عشان كده الناس خليها ترجع ورا عشان تخلوا المساحه للتركيز والتفاصيل الزايده عشان كده الناس ترجع ورا يا جماعه الناس الواقفين هنا ده اللي بس معلش نعتذر منكم بس ارجع ورا شويه خلي ناس الكراسي دي خليه يشوفوا يا جماعه الناس الجالسين في الكراسي دي خليه يشوفوا إنه لم يجد أبدا التواضع الذي يتميز به الفنان القامة آمير وتلة. إذا لحظات للفرح لحظات للفرح والتحية لهذا الفنان. ترجمة
ماذا تريد أن تسمونه يا جماعة؟ أيها الجمهور، ماذا تريد أن تسمونه؟
هو هذا الفنان سلطان الرشق ولا ملك الرشق؟ سلطان ملك 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 هذا المسرع. تحية كبيرة الفنان الجميل. تتفضل الآن أدرب جمهورك. أدرب جمهورك لك التحية. من اليوم أصبح ملك يا يما ما سلطان ثاني. ملك العشق ملك العشق أتمنى يا ملك العشق سموك هذا الجمهور. شكرا جزيلا للفرصة. هقوم يا شيخ رأيك أكيد يا أبو هقول لكم بسارة تكلم لك بجاي كي مهمت مجون غانا بوتن نوتر كوين ده koy da ndege gani tiro koro tiro muto andege kimini ngende wala dum mo kebel mi شغالين يا اخي الله ينور عليك ضد جمهوري مع شوية من عزوك شير كثير قالوا كان زمن كان الليلة يوم Thank you.